أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من حرفية وجاهزية عالية ومواكبتها للدول المتقدمة عسكريا من خلال تعاملها المسؤول بكل مهنية واقتدار. ونوه سمو ولي العهد بتفاني كافة منتسبي قوة دفاع البحرين وما يقدمونه من جهود عالية للحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. وأشاد سموه بتضحيات وجهود رجال قوة الدفاع البواسل في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة من خلال مشاركتهم مع قوات التحالف بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مؤكدا سموه على أن هذه التضحيات سيذكرها جيل المستقبل كما نحن اليوم نستذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات الآباء والأجداد من أجل بناء وتنمية الوطن ونصرة الأشقاء. مؤكدا سموه على أننا لن ننسى الدماء الزكية التي قدمت أروع الدروس في الوطنية والتضحية والفداء، داعيا سموه الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، معربا عن خالص شكره وتقديره لكل أم وأب غرسوا قيم الولاء والانتماء والتضحية فداء للدين والوطن والعزة والكرامة. جاء ذلك لدى تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله صباح اليوم بزيارة الحرس الملكي بحضور معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. فلدى وصول سموه ميدان الاحتفال ترافقه كوكبة من خيالة الحرس الملكي، كان في الاستقبال العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وقد تشرف عدد من كبار الضباط بالسلام على سموه، ثم عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي. وتفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتفقد طابور العرض الذي اصطف لتحية سموه، وقد بدأ الاحتفال بتلاوة لآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي كلمة بهذه المناسبة. ثم تفضل سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمنح الأوسمة التقديرية لضباط وضباط صف وأفراد واجب العمليات الخاصة من الحرس الملكي، والتي تفضل بمنحها لهم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، تقديرا لهم على جهودهم في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة.